على التليفون اللواء أحمد الخولي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير يا استاذ عمرو. يعني احنا عمالين نقول التصنيع يعني وعايزين مصانع لإنتاج الأشياء اللازمة للمصريين. دلوقتي احنا أمام مصنع لتصنيع الحشيش في مصر. تفاصيل أكتر يا سيادة اللواء عن هذا المصنع. في إطار خطة الوزارة للقضاء على عملية الاتجار المواد المخدرة وفقا لتعليمات السيد وزير الداخلية، فقد تمكنا من ضبط العديد من قضايا المخدرات اللي هي بتاخد صفة العلنية. وأثناء ضبط القضايا فوجئنا بوجود حشيش مصنع محلي في سوق الاتجار غير المشروع. رصدنا المخدرات وتوصلنا عن طريق المعلومات إلى أن في تشكيل عصابي في الإسكندرية استأجر شقة لتصنيع الحشيش، ودي من المرات القليله اللي اتجه فيها المصريين الى انتاج الحشيش او تصنيعه. احنا ما عندناش في مصر تصنيع للحشيش، فوأدنا الفكره من بدايتها ورصدنا وقننا الاجراءات وظبطنا شخصين عندهم ادوات لانتاج الحشيش وكميه من الحشيش وبياخدوا البانجو يصنعوا منه الحشيش. وقضأنا على الفكره ان بيبقى في انتاج في مصر لصناعه الحشيش، مصر ما فيهاش انتاج لصناعه الحشيش، وأدنى الفكرة من بدايتها. وإحنا حاليا وفقا لتعليمات السيد الوزير القضاء على علانية الاتجار في المواد المخدرة، ضبطنا العديد من قضايا المخدرات بصفة العلانية في الفترة الماضية، وإحنا في طريقنا إلى القضاء على العلانية، وبنحاول إن إحنا نمنع وصول المخدرات إلى المتعاطين، ونتجه كمان إلى ضبط المهربين وضبط خطوط التهريب، ودي سياسة بتتبعها الوزارة في القضاء على طيب المواد المخدرة. يا سيادة اللواء، الاثنين مصريين مش كده؟ اثنين مصريين. طيب هل يعني هؤلاء أو هذان المتهمان فقط في عصابة يمثلان عصابة بمفرديهما، أم أنه في عندهم ناس تانية في العصابة ده أو التنظيم ده؟ طبعا اللي بيتجه إلى تصنيع المخدرات يبقى ليه ناس اعوان لعمليه الترويج والبيع، واحنا وقدنا ظبطنا المصنع من بدايته وظبطنا الحشيش اللي صنعوه، لان احنا لما وجدناه في السوق ظبطناه في اماكن مع متعاطين وحاجات زي كده في الفتره اللي فاتت، فرصدنا المصنع وظبطناه. وان شاء الله احنا في طريقنا الى ان احنا نحاول نقضي على علانيه الاتجار ومنع المخدرات لوصولها الى المتعاطين وضبط سوق عملية الاتجار في المواد المخدرة بصفة عامة. طب المواد المخدرة بيجرنا الحديث عنها إلى المواد اللي هي الأدوية المخدرة. إيه اللي بيتم في الفترة الأخيرة في سبيل المنع هذه أو تداول هذه المواد؟ إحنا بنتجه لعملية القضاء على الأدوية المخدرة في السوق، إن إحنا بنقضي الأول على دخول الكيماويات والسلائف إلى الدولة عن طريق ضبط ورقابة المنافذ الشرعية والغير شرعية للبلاد، وبتعاون معنا في هذا الإطار قطاع أمن المواني والجمارك، وإحنا عندنا سيطرة على عملية السلاف والكميات اللي بتدخل وتصنع منها الأدوية، وكذلك الأدوية اللي بتهرب من الخارج بنرصد مهربيها، وظبطنا كميات كبيرة جدا من الترامدول ده على خطوط التهريب. أما على المستوى المحلي داخل الدولة فإحنا عندنا بنتعاون مع إدارة وزارة الصحة متمثلة في إدارة الصيدلة، بنراقب الصيدليات وبنعمل عملية ضبط للصيدليات المخالفة اللي بتتجر في الأراضي المخدرة. شكرا جزيلا للواء أحمد الخولي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.